السلام عليكم جميعاً، سعد الله مساكم بكل خير. معكم مهدي أبو خمسين، مدير العمليات بشركة كوانت، كوانت داتا and analytics. And today we're going to speaking about the MITEF competition. And tonight, especially, we have a great speaker with us, Adwa Aldakheel. راح تتكلم معنا عن موضوع الاستثمار وكيف ممكن لرواد الأعمال أن ينتفعوا من هذه الفرص الاستثمارية. وأنا راح أتحدث لكم القليل عن مسابقة MITEF itself. راح أشرح لكم بعض يعني نبدأ عنها، محتوياتها، مراحلها، كيفية التقديم عليها وما إلى ذلك. So ابتداء لتعريف MITEF. It's basically the MIT Enterprise Forum, القائمة من قبل MIT Technology Review. اللي هي المجلة التابعة لجامعة MIT. Basically, it has chapters internationally. And Saudi Arabia, actually, يعني وراح أتكلم لكم بالمناسبة يعني شوية بالعربي شوية بالإنجليزي، لكن نحرص إن شاء الله على العربي كذلك. بدأت MIT Saudi Arabia Chamber كأول chapter في المنطقة العربية، واللي هي بدورها ساهمت في إنشاء البان أرب، واللي من خلالها توسعت الشباتر في أنحاء الدول العربية. Founded in 2015 with the goal of promoting and enriching the entrepreneurship ecosystem. الهدف الأساسي هو أنه نحتفي وندعم كافة رواد الأعمال بكافة المجالات، سواء كانوا في مرحلة الأفكار أو في مرحلة الستارتاب، المشاريع القائمة أو حتى المشاريع الريادية الاجتماعية social enterprises. الهدف من ذلك هو إنشاء عالم أفضل بتطوير وتنمية وخلق يعني اختلاق المزيد من هذه المشاريع اللي تقوم الاقتصاد والمشاريع الريادية الاجتماعية. ورؤيتها هو إنه to inform, connect and coach local entrepreneurs, enabling them to rapidly transform ideas into world-changing companies. إنه إحنا نكون رياديين مش فقط في مشاريعنا لكن حتى على مستوى أكبر من ذلك بكثير بدعم MIT itself. هذه نبذة بسيطة عن الشباتر الموجودة أنحاء العالم. So here we can see the Saudi Arabia chapter وبجانبها البان أرب. عندنا في تقريبا معظم القارات فروع، وبالذات في أمريكا يعني بشكل مكثف أكثر بكونها based في أمريكا. To talk about the competition itself, زي ما تفضلنا في ثلاث مسارات في هذه المسابقة، اللي هو الـ idea track للأفكار اللي ما بعد يقوم المشروع على أرض الواقع لكن لسه تعتبر في مرحلة التفكير وتطوير الفكرة نفسها والـ concept تبع المشروع. المسار الثاني اللي هو الـ startup track للمشاريع اللي already قائمة، وراح نشوف بعد شوية في تفاصيل الشروط إيش هي المقومات اللي تعد من خلالها هذا المشروع قائمة أو يعني ongoing. السوشيال تراك اللي هي المشاريع الريادية الاجتماعية، اللي هو المشاريع المدرة للدخل لكن بهدف علاج وحل مشكلة اجتماعية. To speak about the impact أو الأثر لهذه المسابقة، إلى الآن الحمد لله تم تقديم أكثر من 7500 متقدم على من خلال السنين الخمسة الماضية. وبما نتج عنه 1.16 million equity free investments awarded. وراح نتكلم إن شاء الله بعد شوي يعني عن الاستثمار بالتحديد بشكل مفصل أكثر. إلى الآن الحمد لله تقدم أكثر من 260 متقدم، وهذولا بالذات حصلوا على training, mentorship, great networking opportunities وmedia exposure بشكل جدا لطيف. وأنا أتحدث لكم بصفتي مهدي كمتقدم وفائز الحمد لله في مسابقة MIT السنة الماضية في الستارتاب تراك، وأحدثكم يعني من تجربة أنه فعلا الفوائد هذه تحديدا اللي مذكورة هنا جدا جمة وجدا كويسة بشكل يعني أفادنا بشكل كبير من ناحية النتوركينج، من ناحية الفيدباك على البزنس موديل تبعنا، من ناحية الكوتشنج سيشنز اللي حصلت وممكن نتكلم عنها بشكل إضافي بعد شوي. 29% of the semi-finalists had at least one female member. 45 established startups started as a result of the competition. 45 مشروع قام نتيجة هذه المسابقة إلى الآن.
وبمعدل 4 أشخاص تم توظيفهم بعد أول سنة من الفوز أو المشاركة في هذه المسابقة، وأكثر من 110 وظائف نتجت عن الستارتابس يعني اللي اشتغلت في هذه الكومبيتيشن. إيش يعرض علينا المسابقة بشكل مفصل أكثر؟ اللي هو المنتورشيب بالدرجة الأولى، أنه يكون في منتورز من قطاع الأعمال ومن دومينز مختلفة: ماركتينج، ليجل، بزنس ديفلوبمنت، فاينانسينج and whatnot. كلها مجالات جدا مهمة وجذرية للبزنس اللي توفرها المسابقة بشكل جدا جدا كويس. البوت كامب هي عبارة عن برنامج مكثف يتم تدريب فيها المتقدمين السيمي فاينالست، وتقدم لهم جلسات في عناوين مختلفة ومواضيع مختلفة، كلها من شأنها تفيد المشروع بشكل جدا قوي. الانفستمنت فورم هو منتدى الستارت اب انفستمنت فورم SIF، منتدى من شأنه يعني يقوم على 3 أيام، يوفر فرص جدا كثيرة وكبيرة للمشاركين أنهم يعرضون مشاريعهم على كافة شرائح المجتمع. نتكلم عن أولهم المستثمرين بكافة أنواعهم، الـ VCs and الأنجل Investors. نتكلم عن الـ Capital Firms وما إلى ذلك. والبرنامج بحكمه أونلاين حتى يعني عن السنة الماضية اللي كان حضوره فعلي يعني في 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 المنطقة الغربية، راح يوفر ويتيح الإمكانية لحضور يعني المزيد من المشاركين بشكل جدا كبير، يعني أكثر من حتى الأعوام السابقة. بعد راح تكون فرصة جدا كويسة بالذات إنه المشاركين get more exposure ويتعرضون لعدد ناس أكثر يعني في هذا المنتدى. الأهداف إنه الأساسية إنه أولاً يتعرضون للمستثمرين، إنه يتعرضون للفيدباك تبعهم، يأخذون ويسمعون منهم إيش أفكارهم وملاحظاتهم على المشاريع وإيش متطلباتهم لما يعني تسألونهم عن الفرصة الاستثمارية، وطبعاً هذه راح يدخل فيها بعمق أكثر بعد شوي. Insights that are gained يعني from the Start Smart Conference يقوم يعني مرة في السنة، وتعتبر هذه فرصة خلنا نقول نادرة إنك تتعرض لهالكمية من المستثمرين، في هذه فرصة تعتبر جداً كويسة. وبغض النظر عن اللي هو yes the diversity في المسابقة it brings local, regional and international investors to Saudi. إحنا في العادة في مسرعات الأعمال وبرامج الحاضنات اللي موجودة في المملكة طبعاً يعرضك للممارسات المحلية. من خلال هذا الكونفرنس تتعرض لحتى الانترناشنال براكتسز اند انتربرينورز اللي عندهم افكار ومقومات جدا تفيد المشاريع اللي موجوده عندنا. ويعني فعلا اتس وين وين سيتويشن، يعني بمجرد مشاركتك في هذا البرنامج راح تحصل على الكثير من الفوائد، الكثير الكثير يعني، وممكن نتكلم عنها اكثر بعد شوي. وطبعا هذا كله جزء يعني لا يتجزأ من برنامج الرؤية اللي يكثف فيها المبادرات الريادية اللي يساهم في اقتصادنا المحلي. تكلمنا عن الامباكت قبل قليل، لكن يعني this is to show in a nutshell ايش هي الامباكت يعني من المسابقة. انه 800 المنتدى بالذات الـ 842 attendees حضروا الـ SIF في العام الماضي هذا الأعداد، لكن طبعاً السنة هذه بحكمها أونلاين راح يكون أكثر بكثير. 50 startups exhibited their projects to investors. أقيمت في هذه المنتدى 6 ورش عمل. 162 فرصة استثمارية حصلت في هذه المنتدى عن طريق هذه الاجتماعات مع الinvestors. 196 اللي كانوا حاضرين للworkshops، و80 team أو 80 فريق قام بعرض مشاريعهم في هذا المنتدى، ومن خلالها يقدرون يحصلون على فيدباك ويعني very good insights to add to their projects. وهذا كله يعني في المنتدى نفسها بغض النظر أو بجانب اللي هو البوت كامب تبع MITEF Saudi. So كيفية التقديم؟ لو ممكن ننتقل لكم هنا. So هذا اللي هو MIT Technology Review اللي صاحبة المنظمة الأم للمسابقة MITEF. لكن فيما يخص التقديم itself، هذا هو الموقع. بس يعني عشان نتطرق له بشكل سريع، this is the about us، تحت يتكلم about why MITEF.
التراكس المختلفة. وهنا بالتحديد وهذا جزء مهم جدا لازم تاخذون في الحسبان اللي هو التايم لاين للبرنامج. تم افتتاح طبعا التقديم في 15 سبتمبر وراح ينتهي التقديم في 10 ديسمبر. ف these are very important important dates to remember. وابدا ما هو صعب آلية التقديم اللي راح نتطرق له الان. هذه بعض من الارقام اللي تستعرض يعني الامباكت للMITEF competition على high level. واذا حابين تشوفون بعض التجارب وال يعني الفيدباك عن المسابقه itself من المشاركين من الحكام ممكن تتطرقون لها بشكل اكبر هنا. وطبعا نحثكم وبشده ان تتابعونا على كافه وسائل التواصل الاجتماعيه بما فيها كذلك الارقام الهاتفيه والانفو اذا عندكم اي استفسارات او ما الى ذلك. وبالنسبه للتقديم ممكن نتطرق للاشتراطات بعد شويه، لكن هذا النموذج من خلال الموقع نفسه ممكن نشوف هنا بيسكلي اول ما تدخل الموقع على الرابط هذا mitefsaudi.org ممكن تشوفون الزر هذا apply for competition واللي راح يوديكم لصفحه التسجيل. طبعا انا اوريدي سويت حساب لكن راح يطلب منك انك you make your own account بيوزر نيم وباسورد، وبعد ما يتم راح يتم ارسال ايميل تعميدا لحسابك ومن خلاله تقدر ترجع للموقع وتفتحه مره ثانيه بالكريدنشلز اللي سجلتها وراح يتم استعراض هذا النموذج. طبعا في اللي هو نموذج الستارت اب تراك والايديا تراك والسوشيال تراك لكن راح نتطرق للاختلافات والاشتراطات تبعها بعد شوي. الاسئله بشكل عام جدا بسيطه وسهله ويسيره، ما يستغرق العمليه اكثر من ربع الى نص ساعه، يعني اذا تعطيها حقها في الكتابه يعني اذا كلش يعني الموضوع ممكن ياخذ ساعه، لكن ما هو صعب البته. So name of the startup under which industry تتبع له، description عن المنشاه نفسها ايش انتم تسوون، elevator pitch مع المزيد من التفاصيل يعني هنا يكون، location of the company in Saudi، ويعني كلها اسئله جدا جدا بسيطه وسهله يعني. واي استفسارات ممكن توجهونها الى حسابات التواصل الاجتماعي او الانفو ايميل تبع MIT. عشان نتكلم عن فقط الاشتراطات على عجاله، تقريبا هي متشابهه في بعض الفروقات البسيطه. طبعا ما يخفى عليكم انه في الكومبيتيشن راح يكون في جوائز نقديه، فلكل مسار جوائزها النقديه الخاصه فيها. فالستارت اب تراك للمركز الاول 100,000، المركز الثاني 25 والثالث 15. بالنسبه للايديا تراك عندنا 20,000 للمركز الاول، 15,000 للمركز الثاني و10,000 للمركز الثالث. والسوشيال تراك لدينا في المركز الاول 100,000 و25,000 و15,000. طبعا الجوائز النقديه تفيد وتساعد وكلش، لكن احثكم وبشده انكم حتى مجرد المشاركه في المسابقه راح يضيف لكم الكثير الكثير. But to look at الاشتراطات الحين على العجالة واللي هي متواجدة بالموقع فممكن ترجعون له بأي وقت، إنه كل فريق لابد يحتوي على شخصين على الأقل، أحدهم لازم يكون شخص سعودي أو شخصة I don't know يعني أو a female individual يعني. Teams are required to have a proof of concept، لابد إنه يكون في اللي هو البزنس موديل كانفاس اللي هو الكونسبت تبع المشروع يكون واضح وجدا يعني انه قاضي من مرحله الفكره الاساسيه خلينا نقول يعني. وطبعا راح تتكلموا يعني تشرحونها بالتفصيل اكبر في النموذج التسجيل نفسه. Having the startup registered is a plus، كونها مسجله بشكل قانوني كذا هذا يساعد بشكل كبير. ولدينا بعض الايادي او بعض أسئلة ممكن نتطرق لها بعد شوي، بس نخلص من الاشتراطات. طبعاً and yes بعد الاشتراطات اللي ممكن ترجعون لها يعني عندنا يعني على شكل سريع اللي هو طبعاً اشتراطات مختلفة، إنه الستارت اب تراك لابد إنه يكون مسجل بالسعودية، والسوشيال تراك لابد إنه يكون بهدف اجتماعي معين وفي أحد المجالات هذه تحديداً. فهذا بالنسبة لي فقرتنا من ناحية مسابقة MITEF. ننتقل الآن مع الأستاذة أضوى الدخيل، تتفضل مشكورا، ممكن تحكينا عن موضوع الاستثمار وأفضل الوسائل للحصول عليه and how to approach it. أهلا وسهلا أضوى. يا هلا وغلا، كيف الحال يا مهدي؟ الله يعافيك، بخير دمكم بخير، شكرا فرصة لك. فرصة جدا سعيدة أني معكم ويعطيكم ألف عافية على الشغل الجبار، الله يقدرنا إن شاء الله من هذه السيشن كذا
يكون في فائدة للجميع. وما قصرت ما شاء الله، كفيت ووفيت في شرح MITEF، وما شاء الله شغل جبار جدا. شكرا لك، شكرا لك. So essentially الحين راح يعني نتطرق للمشاهدين، إذا ممكن يعني إحنا we're doing a Q&A about investment، إنه الفرص الاستثمارية وكل ما يتعلق فيه، مراحلها، الأفضل الأشخاص اللي ممكن نتقدم لهم كمستثمرين، وبناء على أي مرحلة أنا فيها كمشروع، هل أبحث عن استثمار أو هل أقوم عدة مقومات يعني في المشروع نفسه ومن تالي أحصل على استثمار من بعدها. فتفضلوا أعزائي الجمهور، أي أسئلة أو استفسارات لديكم ممكن نتطرق لها هنا. طيب أنا ببدأ ببعض الأسئلة على أساس نتعرف حتى على المشاهدين بشكل أكبر. من منكم لديه مشاريع قائمة أو حتى أفكار أو حتى بالنسبة للسوشيال تراك عندكم مبادرات فيها؟ ممكن يعني مجرد كلمة نعم توفي، أو إذا حابين تشاركونا بأسماء المشاريع وينكم فيه بالنسبة للمشاريع هذه. أشوف الناس يرحبوا على الشات، فأهلاً بكل أحد منورنا. وفي سارة تقول لك نعم، في عندهم مشروع. يعني إحنا أعتقد الغرض الأساسي إننا ودنا صراحة نحكي عن القبعتين، قبعة رائد الأعمال أو قد يعني القبعة حقت الفاوندر المؤسس مع السي أو، وقبعة المستثمر اللي الاثنين يكملوا بعض. ففي النهاية أعتقد في عندنا يعني basic supply chain، صحيح؟ supply chain هذا يبدأ بفكرة MVP، بعد MVP you wanna bootstrap friends and family، بعد friends and family you wanna validate the first MVP، أو تبغى تثبت إن positioning حقه في السوق من جد له فائدة وفي traction أيضا. ومن بعدها ندخل على الجولات الاستثمارية بمعنى الكلمة حق الجولة الاستثمارية. احنا هنا to answer any يعني any question. ولطيف جدا انه يعني انا بصف يعني انا ممكن اعتبر نفسي اللي هو رائد الاعمال، وانا صراحة اعتبرك اللي هو الانفستر، يعني بمثابه الانفستر. يعني لو تحكينا ابتداء عن فلك يعني and what's happening من ناحيه الافورتس الاستثماريه لديكم، وايش يهمكم كمستثمرين بشكل اكبر، يعني لو نبتدا بالموضوع هذا، وانا بعدين بجيك كرائد الاعمال اللي يبغى يحصل على استثمار واعطيك المقومات حقتنا انه يلا ويننا فيه، does it apply to me، هل ينطبق علي الكلام هذا، وايش التحديات اللي انا عن نفسي قاعد احصلها في محاوله الحصول على استثمارات. جميل، ايش رايك I share my screen to cover كذا يعني briefly. نحن أصفلك كيف طريقة استثماراتنا في الشركات الناشئة التقنية بالتحديد، and we are sector agnostic in general. إحنا فلك investment club، بدينا الشركة أو أطلقناها بالأصح في عام 2018، قبلها تقريبا سنة كاملة، ونحن we've been studying السوق وبنشوف في supply chain زي ما حكينا وين الجاب الأساسي اللي عندنا في الأكوسيستم السعودي والأكوسيستم اللي في الشرق الأوسط أيضاً. ودي بس ناخذ one of the first steps، خلاص قبل ما حتى أشرح لكم عن هذه، ودي نرجع one step back. أول شيء، كل الشركات اللي نسمع عنها about exits و unicorn companies اللي هي اللي عدت ال $1 billion plus in terms of valuation، انت عندك يو اس كومبانيز، عندك تشاينيز كومبانيز، وكثير نسمع من اليونيكورن ستاتس هذا، صحيح، اللي اتعدى ال $1 billion بلس. وش من اهم العوامل لليونيكورن ستاتس او السكيلابيلتي اللي كل مستثمر جريء يرغب يشوفها في اي شركه ناشئه؟ نمبر 1، انه انا السوق اللي قاعد استهدفه مو فقط حيكون مختصر على one geography ويكون سكيلابل على المنطقه بالكامل. لما نجي ونشوف السوق السعودي عندك population 30 مليون، نجي ونقارن مع US population for example 330 مليون نسمة، نجي ونقول وش scalability هنا وش scalability هناك. هل صح نحن كشركات سعودية فقط نستهدف كأقصى شيء السوق السعودي، وهل هذا scalable model
اللي يجب أن نتبعه؟ لا، إحنا عندنا في الريجن كله اللي هو الشرق الأوسط نتبع السكيلبل مودلز. لما نجي ونستثمر في أي شركة سعودية، من أهم العوامل إن نحتاج سكيلبلتي and localization for mini geographical expansion to really achieve الأرقام and really achieve growth. اللي البلاتفورم itself بحكم إنه بلاتفورم تقني يقدر يستهدفه بالpower of technology. نيجي ونتكلم عن فلك نفسها، هذه كانت من أهم الجابس اللي شفناها. جينا وفتحنا فلك بزنس هوب أول شيء، which is allocation. من أهم العوامل حقت نجاح هذا اللوكيشن، إحنا ما نحب نقول إحنا كووركينج سبيس ولا إحنا ريل استيت كومباني، نحن فقط عندنا هذا المكان عشان من أهم عوامل نجاح أي entrepreneurial ecosystem is the community. لما نجي ونشوف what is the most important element of فلك business hub is a community of outliers. لما أنا أجي وأقول حتى اسم فلك من وين من وين أخذناه، الفلك في عدة كواكب وفي عدة مجرات وفي عدة نجوم وفي عدة أشياء نحن حتى علم الإنسان ما يعرف عنها. نجي ونشوف الفلك هذا كيف يتكون. يتكون عن طريق عوامل أساسية individuals مع بعض تكون شيء أكبر اسمه فلك. نجي ونشوف فلك بزنس هاب، هذه من أهم عوامل الكوميونيتي أوف أوتلايرز، من أهم العوامل اللي نقدر من خلالها نستقطب الشركات الصح، نستقطب التيمز الصح، ونستقطب الكوادر البشرية الصح أيضا. نجي وننقل على من أهم نشاطات فلك اللي الحمد لله يا رب من السنة اللي راحت أثبتنا فيها نجاح جذري، واللي هي الـ Investment Backed Acceleration Programs، برامج مسرعة معها استثمار. ما ينفع نفصل واحد عن الثاني. نجي بنقول نبغى نمو في الشركات الناشئة، النمو يحتاج إلى مصادر، المصادر هذه أغلبها تيجي عن طريق استثمار مباشر. فنحن دمجنا الاثنين، برنامج مسرعة backed by investment from strategic angel investors, family groups and venture capitalists as well. كل سنة عن طريق فلك acceleration programs نستثمر 5 مليون ريال ب up to 10 different tech companies. إحنا نقول 10 ولكن مو شرط يكونوا 10. السنة اللي راحت استثمرنا بسبعة شركات ناشئة، وبفضل الله والحمد لله التوتل gross merchandise volume، التوتل revenue من هذه السبعة شركات بعد البرنامج اتعدت 400 مليون ريال. نجي ونشوف وش أهم عوامل نجاح الاكسلريشن بروجرامز هذه. ما حيجي ونقول فلك عملت كل شيء، حنجي ونقول اختيار الفرق الفنانة اللي عندها خبرة، اللي عندها الشغف إنها تعطي حياتها ويعني الشغف اللي عندها والطاقة اللي عندها على نجاح المشاريع الناشئة هذه. فهذه فلك acceleration programs which is one of the most important business units under فلك، اللي من خلالها we invest in early and growth stage companies. ما نقبل أفكار في هذه المرحلة لأنه معها استثمار. That being said، نجي على the second thing. والشيء الثاني ودي أعزم الجميع اللي عنده شركة ناشئة اليوم، في عندكم برامج وinitiatives من الحكومة تدعم الانجل انفستمنت وتدعم الشركات الناشئه. فضل الله فلك انجلز ترخصت من ساودي فنشر كابيتال اللي هي شركه سعوديه للاستثمار الجريء بانها لايسنس انجل نتورك. اي شركه تحتاج كو ماتش من ساودي فنشر كابيتال او اي مستثمر ملائكي يحتاج انه يكون معاه كو ماتش من ساودي فنشر كابيتال، نحن اسفلك منصه بلاتفورم تربط ما بين انفستبل ستارت ابس اند انجل ستراتيجيك انفسترز. ذس از فلك انجلز اوفر هير. وعندنا يا سيدي اخر شيء اللي هي الفند اللي يستهدف that we follow on we double down on the successful startups اللي طالعه من الاكسلريشن بروجرامز واللي ايضا طالعه من فلك انجلز اتسلف. That being said، نجي ونشوف السبع شركات اللي فلك استثمرت فيها. تجوا حتشوفوا القطاعات we are sector agnostic. ليه؟ لانه اي مستثمر جريء في المملكه او في الريجن الان في المينا in general، نعرف كلنا إن في كمية untapped potential وكمية احتياج للdisruption ما صار في أي منطقة ثانية. This is why our region right now is an emerging market. وبالذات السعودية. نجي ونشوف وش من أهم الكريتيريا اللي فلك عندها. Number one, a company powered by technology. لأن technology is the new spectrum of the world. التكنولوجيا هي الطفرة اللي الآن we need disruption فيها، اللي الآن كل قطاع كان تقليدي الآن صار لازم يتحول إلى قطاع مدعوم بالتقنية.
This is number one. Number two, full-time commitment. وهذا الشيء تعبنا فيه في البداية لأن full-time commitment دائما حتلاقي فيه مخاطر. نجي نتكلم عن the operational expenses, the salaries and salaries. لما نجي نقول فلك حتستثمر استثمار مباشر احنا نخصص الـ operational expenses حقت كل الشركات ونتفق معاهم فيها بحيث ان الفول تايم كوميتمنت از ريكوايرد. نمبر 3 انه يكون بوست ام في بي، ما يكون احد جاينا يبغى استثمار هو فقط عنده فكره ويقول انا خايف على الفكره هذه. الافكار مهمه جدا وجذريه جدا لنجاح اي مشروع، ولكن الافكار اعلى قيمه ممكن توصل لها هي $20 على الفكره. التنفيذ هو اللي ما حد يقدر يسرقه، والتنفيذ هو اللي حيفرق الفكرة هذه من هذه الفكرة. الأفكار على ورق ما حتعمل أي فرق. فنمبر 3 and most importantly is post minimum viable product، يكون في منتج أساسي أطلق في السوق. وهذه من أهم الكرايتيريز اللي فلك تستهدف فيها، واللي الحمد لله من باتش 1 يعني بفضل الله قدرنا من بعد الله عز وجل نخلق 115 وظيفة في الريجن، وقدرنا الحمد لله from one portfolio of seven startups نخلق أكثر من 400 مليون ريال in total revenues as well. ومرة ثانية بس ودي أوضح النقطة إنه مو فن من فلك أبداً، بس اختيارنا اللي الشركات المناسبة في القطاعات المناسبة، والأهم من كل هذا human capital والteams اللي عندها عوامل النجاح في هذا القطاع أو في هذه الشركة بالتحديد. ويعطيك ألف عافية. هو يعني very interesting initiatives ومبادرات قائمين فيها الحقيقة، وعجبني جدا بالذات أنكم قائمين على دعم للمشاريع اللي الأعضاء فيها full timers and dedicated، لأن فعلا هذه من أهم المقومات أن أي مشروع ينجح أنه يكون الجهود المبذولة فيها جدا مكرسة لهذا المشروع، لأن أي شيء أقل من كذا راح يعرض المشروع لمخاطر جدا كثيرة. نتطرق لبعض الأسئلة اللي حصلنا عليها من المشاهدين، وطبعا نحث الجميع على مشاركة أي أسئلة إضافية للإجابة عليها. لكن أولا كان عندنا سؤال من الأخ عبد الله يسأل عن الاستثمار، وهل الاستثمار بالنسبة له أنه يبدأ شركة صغيرة ويبنيها بنفسه، ولا أنه يدخل في شراكة مع عدة أشخاص أو شركات؟ أنا عن نفسي يعني ممكن أضيف على الموضوع هذا، وأضوى طبعاً يعني anything you have to add please do. عكسة بتعلم منك أخي مخيص. الله يخليك. يعني حقيقة أبي يعني أوضح بس أن الجانب الاستثماري هنا هو في مسألة المستثمر كونه هو يحط فلوس أو حاجة عينية any assets really في المشروع عشان يكبرها من ناحية الكابيتال. دائما رائد الأعمال هو الشخص اللي يقوم المشروع بنفسه، فيكون عندنا طرفين في العلاقة هذه اللي هو الانتربرنور أو صاحب العمل أو رائد الأعمال، والإنفستر اللي يدخل بالاستثمار سواء كان بشكل نقدي أو عيني أو خلافه. وطبعا يعني حسب توجه يعني المشروع نفسه، على حسب الفكرة، على حسب القطاع اللي هو فيه، على حسب المرحلة وحتى المقومات اللي عنده من كابيتال أو غيره، أنه يحدد هو بنفسه أنه هل أفضل توجه أني أبدأ أنا المشروع بنفسي بحكم أنه عندي الموارد اللي أحتاجها، ولا أنه من البداية أحتاج استثمارات يعني أو يعني أني أبحث عن مستثمرين. طبعا يعني في البداية كل ما كانت المرحلة أبكر في المشروع كان أصعب الحصول على الاستثمار للكثير من الأسباب، لكن تزهى وتزهى يعني ما ينجذب المستثمر أكثر إلا لما يكون عندي نتائج واقعية ملموسة مرجوة منها يعني مستقبل مبهر. وطبعاً أضوى anything you have to add please يعني feel free. بس عشان نوضح السؤال، السؤال على الشركة ولا على المستثمرين؟ لأنه يعني إذا كان على الشركة أو على الكوفاوندرز بالتحديد إن هل أبدأ لحالي أو هل أنا جيبي شريك معاي يكمل لي السكيل سيتس اللي أنا عندي. For example، أنا ما عندي تقنية، ما عندي خلفية تقنية أبداً، جميل؟ ولكن فكرتي مدعومة بالتقنية، والتقنية شيء أساسي فيها. هل أبدأ وانطلق وأروح ألاقي لي موردين تقنيين وأضرب بالحيط، أو هل أروح ألاقي لي كوفاوندر قوي جداً بالتقنية ويساعدني ويكون العمود الفقري فيها؟ نيجي ونقول عن يعني أهم عوامل، أو بلاش ما
أعطيك opinions، خلني أعطيك دراسة عملوها بين الكوفاوندرز. راحوا ولقوا عملوا دراسة عن what are the most successful factors of founders. جميل، هل يكون one founder، هل يكون two founders، what is right and what is wrong. ما ينفع في هذا العالم نقول هذا صح وهذا الفورمولا أو هذا أو هذا غلط وأبعدوا عنها. ليه؟ لأنه it's not a one size fits all solution. ولكن جو ولقوا أكثر الشركات الناجحة اللي صار عليها either acquisition, IPO, a successful exit أو profitable revenue streams، جو لقوا فيها 2 to 3 to 4 founders. ال one founder company تصير، وعندنا أكبر أمثلة جيف بيزوس أمازون one founder، ما معه co-founders. جميل، ولكن ما في شيء اسمه one size fits all solution. نجي ونطالع على الهيستوري، الهيستوري يقول لك الشركات اللي الرسك فيها يكون أقل يكون ما بين 2 to 3 to 4 founders. لو زادوا من 4 founders حيقلب الموضوع disaster، ولو قلوا يعني لو قلوا عن 2 founders ما هي مشكلة. again ما في شيء صح ما في شيء غلط، لكن based on history هذا هو الموضوع. بخصوص هل أنا أبدأ وأمول من عندي إذا أنا عندي المصادر، أنا عندي مبدأ يعني كل الأغلاط اللي عملتها وكل الشركات اللي عملتها واللي فشلت واللي نجحت، ما أبغى أغامر بريال خارجي إذا أنا أقدر أغامر بفلوسي لين ما أثبت نجاح المشروع. ليه؟ لأن في النهاية number one حأكون أنا as a founder قادر أحرك الشركة إني أثبت نجاحه، وبعد ما أثبت نجاحه عندي القوة لما أروح أتكلم مع المستثمرين أو مع أو في fundraising process إنه يا جماعة أنا ماني جاي الفكرة، أنا I have skin in the game، أنا as a founder غامرت بفلوسي عشان أنا أؤمن بهذه الفكرة، مو عشان يعني حتى by the way الفلوس مو شرط تكون مليون ولا شرط تكون ألف، بس يكون في skin in the game، يكون في risk متبادل. أما كثيرا نشوف founders أخوي مهدي يجونا من غير ما يدفعوا ريال، خلاص ريال، ويقول لك أنا أقيم الشركة بعشرة مليون وأنا عندي 95% من الشركة وتعال مولني بواحد مليون. أبغى أعرف يعني كيف ينور أمين. فعلا لا صحيح، يعني عنصر أنه رائد الأعمال نفسه لو ما كان له يعني فعلا زي ما تفضلت يعني ريسك أو يعني shares in the company أو يعني شيء ذات قيمة دخل فيها اللي يحسسه بارتباطه في المشروع، صعب جدا أن يحصل التحفيز أنه يكمل في العمل على المشروع نفسه. يعني كثير من الأيام أنا عن نفسي يعني على كمية الضغط اللي نواجهها يعني في الشركة نقول خلاص يعني نبي الفكة، يعني بس لأنه فعلا زي ما تفضلتي بالضبط، لأن إحنا خلاص تجذرنا في المشروع هذا، صار عندنا يعني شيرز، صار عندنا أسد، صار عندنا موظفين يعني نعيشهم وكذا، يعني اللي خلاص صار رائد الأعمال مرتبط جدا يعني ما يدري فك نفسه يعني مهما كانت، والبرشر هذا هو بحد ذاته محفز جدا كبير يعني على أن الواحد يكمل. ولدينا كذلك بعض الاستفسارات الأخرى من الأخت ابتهال، تفضلت وسألت كيف أقيم المشروع إنه ناجح ويحتاج إلى استثمار. أضوى would you like to pitch in؟ شور، بس ايضا ودي اسمع منك الجواب لهذا السؤال. جميل. اعتقد opinions سهل نقولها صح، الارقام صعب انها تكذب. لما نقول ارقام ليه نقول ارقام؟ مو قاعدين نقول حقك ايرادات وسوي شغل 10 سنين سنة، قاعدين نقول عن ليه اي شركة تبدا. اي شركة تبدا من فكرة عشان تحل مشكلة في السوق صح. طب انا كيف اثبت انه انا حليت مشكلة في السوق لو ما عندي ناس بيستخدموها؟ مو شرط ناس بيدفعوا، طبعا المونتايزيشن از اكستريملي امبورتنت، لانه كثير ناس تعمل بروجكتس ويلا نطلق في السوق with zero plan on how will I make money from this project. ولكن نجي ناخذ اكزامبل جوجل. جوجل يوم ما بدوا it was a search engine، ما حد عرف how to make money، لا ليري بيج ولا سيرجي برين، how to make money from the search functionality. It was an idea جاءت من مشكلة إن كل الداتا سكاترت. How can we have it under one database, under one platform، بحيث إنه أي أحد يبغى يبحث عن شيء يروح على هذا search engine. وين أثبتوا إنه في حل؟ وين أثبتوا إنه من جد هذا search engine ممكن أنا خلال الاستخدام I can monetize it، أقدر أبدأ أدخل منه فلوس؟ لما صار في أرقام searches،
لما صار في ارقام اقدر انا اثبت من يوزرز من استخدام هذا المنتج انه له فايده في السوق. فالارقام بس عشان اختصر الموضوع كيف يبان انه هذا المشروع ناجح، يوزرز او ريفينيو او شيء واضح انه في احد يبغى يشتري الخدمه هذه او يستخدمها على الاقل من المنتج الاول، من غير ما اصرف ملايين لاني ابني لي شيء خرافي وانا اصلا ما جربته على السوق. والحين ودي اسمع جوابك مهدي. الله يعطيك العافيه مانزيد على جوابك. يعني هو فعليا انت تطرقتي لاهم عنصر اللي هي المخرجات، اللي هو اول واخر حاجه ينتبه لها المستثمر، اللي يقول بناء عليها did they achieve revenue, did they achieve money، والله هل هو مدر، يعني هل هو مجدي ماليا، اوكي انا مهتم. اذا ما لها مخرجات اي يعني مستثمر ما راح يلتفت الموضوع بشكل كبير. يعني من المقومات، وبالذات يعني انا ممكن ازيد على كلامك، اللي هو في المرحله الابتدائيه البحته اللي الواحد لسه في بدايه الايديا اند يعني يبي في جدارتها وكذا، يبدا بالMVP غالبا، يعني المينيمم فايبل برودكت، يعني هي الوسيله الاساسيه لاثبات جداره المشروع او المنتج او الخدمه اللي راح يتم تقديمها في المشروع. وهذا زي ما تفضلت أدوى بالضبط وكلام عين العقل، انه ما تتكبدون في صرف مبالغ طائله او انكم تبنون حاجه يعني رهيبه وخنفشاريه وما ادري ايش، يعني لا ما يحتاج. الموضوع مفروض ابسط من كذا، اعطوني ابسط يعني المينيمم فايبل برودكت اللي هو ساعديني منتج اولي. يس ثانك يو، المنتج الاولي. يس سو بيسيكلي المنتج الاولي هذا المفروض يكون بحله جدا بسيطه، ما تصرفون فيها او تتعبون عليها بشكل كبير، لكن يثبت جدارته بشكل خرافي. هذا اهم حاجه، انه مثلا انا سويت موقع الكتروني جدا يعني تعبان وبسيط وكذا، بس انه المقبلين على الموقع والله كانوا مهتمين، لان اساس الخدمه اللي يقدمها الموقع جميل جدا ومهم جدا. يعني مثلا موضوع طلب delivery ولا موضوع اي حاجه كانت، اللي if you have numbers to reflect انه عندي عدد زوار هالكثر، عندي طلبات بقيمه كذا، عندي مخرجات بهالاشكال، هذا بيهم المستثمر بشكل كبير. فدائما تقييم المشروع بناء على يعني ممكنه او البوتنشل حقتها، ال بعدين يا ابوه بوتنشل مدى تاثيرها الامكانيه، يعني الامكانيه. ثانك يو، والله خلاص انت المعجم العربي حقك العافيه. بس يا يعني إمكانية المشروع، يعني هذا أهم حاجة تحطون تحت 1000 خط عشان تورون المستثمرين إنه هذا المشروع فعلا عندها إمكانية باهرة. عندنا سؤال آخر من الأخت مرام، كيف أبدأ بمشروع وأيضا كيف يكون خطة تطوير المشروع؟ هل لنجاح كل مشروع التطوير المستمر؟ هل النجاح لكل مشروع التطوير المستمر؟ طيب so اللي هي الادوات اللي في البدايه، ايش هي اضواء؟ what do you think يعني someone اللي مفروض يعني هو يركز عليها في البدايه في الجيرني، بعكس يعني اللي اوريدي دخلوا بلشوا وابتدوا كذا؟ يعني خلني اشرح موضوع، لانه اعتقد البدايه لاي مشروع ترجع على النقطه اللي ذكرناها اللي هي المنتج الاول. جميل. وش مفهوم the minimum viable product أو المنتج الأولي؟ أول شيء، المدرسة هذه كلها جات من مدرسة في عالم الشركات الناشئة، بدأت من اليابان مع شركة تويوتا اسمها the lean methodology. جميل. the lean methodology تقول لك أنا عندي فكرة، والفكرة هذه نبغى نحاول نأخذ مثال جدي، أحاول أفكر لكم كذا مثال that's very basic. okay let's take Google as an example. خلاص، Google when they first started صفحة بيضاء فيها search function هذا ما في أي شيء، في اللوجو فوق وفي search function تحت، زي ما Google نعرفها اليوم. منتجهم الأولي كان الصفحة هذه نفسها، ولكن كان في عدة مصادر، لما أنا أروح وأبحث ما كان عندي مليارات من الصفحات مرتبطة بجوجل، لسه كان توهم، كان في multiple different sources أنا أقدر ألاقيها عن طريق جوجل. ليه؟ لأنه هذا أول منتج، أنا ما عندي علاقات ولا عندي البراند أكويتي ولا عندي المصادر إني أروح وأتعمق أكبر. ولكن لو أنا عندي منتج أولي أعمله بالطريقة المبسطة هذه، لو أنا في بالي أعمل سكاي سكريبر، برج طويل وأدهنه ذهب،
أنا ما أبغى أبدأ كذا، أبغى أبدأ برسمة البرج، وأبغى رسمة البرج بكل تفاصيلها، وأبغى أروح أوري لأي أحد عايز 3D موقف قبل ما أبني البرج. البرج حيكلفني مليار، ولكن 3D موقف حيكلفني 10,000. فكرة المنتج الأولي إنه أعمل شيء مبسط من الشيء الكبير اللي أنت تبغاه، والشيء المبسط هذا الشيء الوحيد اللي لازم تعمله عن طريق الشيء المنتج الأولي، إنك فقط توفر الخدمة، مو لازم شكلها كويس، ولا لازم فيها كل أفكارك، ولا لازم فيها العملاء الملايين اللي تبغاهم، فيها شيء واحد فقط. لو أنا في بالي فكرة إني أفتح متجر عبايات مثلاً، خلاص، وأبغى متجر العبايات هذا في سكارفز، في أشال، وفي هيد بانز، في في كل شيء، وش المنتج الأول حقه؟ إني بدل ما أنا أبني البرودكت والموقع from scratch، أنا حروح على شركة زي زد وحأشترك معاهم أنهم هم يعملوا لي كل شيء، وأنا فقط أحط التصميم من برا. رقم واحد، المنتج الأولي المعنى حقه، بدل ما أنا أروح أوقع مع 10,000 موردين عبايات ديزاينرز، أنا حوقع فقط مع 5، وبحط 5 هذول في هذا الـ open source technology. أبغى أشوف هل حيشتغل، هل ما حيشتغل، مش لازم أصلح، هل السوق يحتاج هذه الفكرة أو لا. لو أشتغل معاك، لو صار في يوزرز أو إيرادات من أول منتج عندك، مع أنه منتج معفن وأنت متفشل منه وما في الفانكشناليتيز اللي أنت تبغاها، أجل وش حيصير لو طورته؟ وش حيصير لو الآن مع البروف اللي أنت عندك تروح لمستثمرين تقول لهم هذا المنتج السوق يحتاجه وأنا جاهز الآن أطوره؟ هذا مفهوم المنتج الأولي. ف رداً على السؤال كيف أبدأ؟ ابدأي بأنه تصغري الفكرة اللي في راسك إلى الكور فانكشنز، وش الشيء الأساس؟ وش أبغى أوفر؟ والآن أسألي نفسك سؤال، هذا الشيء الأساس كيف أقدر أخليه منتج أولي وأطلقه لدائرة صغيرة من العملاء، ما أطلقه لكل أحد، وأجرب هل له فايدة في السوق؟ هل قاعد يحل مشكلة؟ وإذا كل هذا كان يس يس يس، بعد 3 شهور من ما أطلقت هذا المنتج الأولي للدائرة الصغيرة، أبدأ الآن وخذ الموضوع سيريس. أتمنى أني جاوبت السؤال. نصائح من ذهب الصراحة. وفي كذلك أسئلة إضافية، نبدأ بسؤال من الاختصارة، أنه كيف ممكن نزيل رهبة فشل المشروع؟ تفضل يا أضوى. كيف ممكن نزيل رهبة الفشل في المشروع؟ مو مرة فهمت السؤال، معلش. إنه نخاف، يعني إنه كيف how to، يعني بقول بطريقتي، كيف نتجنب رهبة المشروع؟ إنه الخوف من الفشل فيها، الخوف من يعني مواجهة التحديات اللي فيها وهكذا. يعني أعتقد الخوف حيجي من أي شيء في الحياة. لو كان شيء شخصي زي إني أبغى أتعلم هواية جديدة بس خايفة إني ما أكون كويسة في هذه الهواية، لو كانت رياضة، لو كانت موسيقى، لو وش ما كان، الخوف مو فقط في عالم المشاريع بس، إحنا for some reason الخوف دائما لما نفكر في مشروع وكيف أبدأ نكبر الموضوع مرة، نجي نبسط الخوف إلى اليوم إيش حسوي، بكرة إيش حسوي، الأسبوع هذا إيش حسوي، الأسبوع اللي بعده إيش حسوي. لا أفكر بعد 5 سنين، أنا اليوم هذا نمبر 1. نمبر 2، لو أنا اتبعت مدرسة المنتج الأولي، بدل ما أصرف 1,000,000 في المنتج الأول حأصرف 10,000-15,000. أنا هنا الفطورة اللي عندي المادية قلت، لأنه ما قررت أروح وأصنع كل شيء في بالي اليوم، لا، قررت أصغر المنتج وأعمل شيء أساسي وأطلق هذا الشيء اليوم، فهنا الخطورة المادية قلت. والخوف في النهاية كل واحد يتكلم مع نفسه، مش أسوأ شيء ممكن يصير، أسوأ شيء، حط قدامك أسوأ سيناريو ممكن يصير، هل أنت راضي؟ وإن شاء الله ما حيصير، بس هل أنت راضي؟ كمل. وفي النهاية ما في، إيش المثل اللي يقول لك no pain no gain، صح؟ لو ما عندي ريسك ما عندي نجاح، لو ما عندي فشل ما عندي نجاح، لو ما عندي خطورة ما عندي شيء يسوى الخطورة. لو حياتي كلها وأنا في الكومفورت زون، هل هذا يكفي؟ لازم أخاف،
بس ما أكبر الموضوع اليوم مش حسوي بكرة مش حسوي ونأخذها حبة حبة. جميل، ده كلام كريم الصراحة. يعني عن نفسي كذا يعني نواجه طبعا تحديات كثيرة بالشركة، وزي ما تفضلتي أضوى يعني أنه ما نلتفت للصورة الكبيرة بقدر ما نحرص على اللي قدام عيوننا على طول. أنه أنا مثلا عارف أنه في اجتماع ومع شخصيات مهمة، وأنه يعني هذا الاجتماع قد يعني يحدد شيء مصيري مثلا بالنسبة للشركة أو كذا، أروح أفكر أنه يلا إيش كل حاجة ممكن أنا أجهزها بكافة حذافيرها على أساس أني أكون as ready as possible، أني أستعد قدر المستطاع، وكذا هذا بحد ذاته يزيل عنصر الخوف بالنسبة لي بشكل جدا كبير يعني. فهذا برضو تجربتي أنا الشخصية على الموضوع. لكن ننتقل لأسئلة أخرى بعد كذلك إن شاء الله بدأت تزيد. في تعليق من الأخ عبد الله، نص تعليق نص سؤال يعني، كان يقول هل الصبر هو الحل الأخير للإيمان باستثمارك؟ يعني في شركات بدأت ولكن انتهت بخسارة لعدم تطوير نفسها، وفي شركات كذلك استمرت ونجحت بنفس الآلية يعني مثلا زوم. فجائحة كورونا كان في ارتفاع نسبة كان يعني بسبب كورونا يعني في ارتفاع في استخدام تطبيق زوم. ويقول عبد الله أنا كان عندي مشروع قبل 8 سنين ولكن عدم توفر التقنيات اللي معي صارت الفكرة منتشرة، وهل يمكن أنه ما ينجح المشروع أو يطور الفكرة وهكذا يعني. ففعلا طبعا يعني عنصر كبير يؤثر على أي مشروع اللي هي المقومات اللي في المحيط، يعني العناصر الخارجية عن إرادتك تأثر بشكل قطعي. وهنا يجي العنصر اللي هو الانوفيشن اللي كل رائد أعمال يعني على قديش هو يقدر يبتكر ويتكيف مع الوضع اللي هو فيه، يعني أنه إذا صارت فيه تحديات صحية، تحديات بيئية، تحديات اقتصادية معينة، هنا يجي شطارة طبعاً كل رائد أعمال بأنه يتكيف مع السيتويشن قدر المستطاع. ممكن ننتقل لسؤال مع الأخت ابتهال، تقول لو أنا عندي مشروع بس ما أعرف أبدي فيه وأحتاج اختيار إلى شركاء، فكيف أعرف أختار الشركاء الصح؟ وهذا سؤال طبعاً جداً مهم ويمر فيها توقع كل رائد أعمال في بداية مشروعه. السؤال هذا it's a billion dollar question. اختيار الشركاء. وأعتقد يعني في النهاية ما في يعني، ودي أقول لكم أنا أغلاطي الشخصية، لأنه ما أعتقد في أحد يعرف فورمولا صح، بس وش أغلاطي وش قررت أتفادى شخصياً في أي شراكة قبل 3 سنين. نمبر ون، مو لازم أستانس لما أقعد مع شريك. بمعنى كنت أول قبل 3 سنين كان في 4 شركات بديتها multiple partners، 2 فشلت واثنين نجحت. اللي فشلت واللي نجحت بقول لكم أغلاط. نمبر ون، ما كان في السؤال أنا وين ألاقي نفسي قوية وكيف هذا الشخص الفلاني حيقدر يعوض ضعفي. مو لازم نقاط القوة حقتي تكون نفس نقاط قوة الشريك، وهذا من أكبر أغلاط الشراكة، إنه أنا والله I'm good in business you're good in business يلا let's do it. لا طب أصلاً what's the point؟ مين حيمسك الفاينانس؟ مين حيمسك التكنولوجي؟ مين حيمسك الماركتينج؟ مين حيمسك so many other things؟ البزنس مو فقط بزنس. لما نيجي نقول بزنس، عندنا functions و operations تحت البزنس. أنا أحتاج أعوض نقاط الضعف ونقاط القوة. لما أجي وأقول وش أهم عوامل الشراكة قانونياً، reverse vesting. لما أجي وأقول أنا أبغى أجيب a co-founder or a partner وأبغى أضمن إنه إحنا الاثنين عندنا 4 سنين minimum commitment، ونحن الاثنين عندنا استثمار direct نعمله في شركة إكس إكس إكس. الأربع سنين هذه وش يصير لو أحد طلع بعد سنة؟ لو صار له ظرف لا سمح الله، لو اضطر يطلع، مو شرط يكون تقصيرا منه، بس وش حيصير في الشركة وفي نجاح الشركة لو أحد بعد متفق معاكم 4 سنين طلع بعد سنة؟ هذا شيء اسمه reverse vesting، وأنا هنا أحمي نفسي فيه. نمبر ون. نمبر تو، وش المهام الواضحة على كل شخص؟ مو شرط أقعد مع شريك واستانس وانبسط أقعد معه. And we click. This is not a partnership. We have to click yes. ولكن وين نعوض بعض؟ وين أنا أشيل وين هو يشيل؟ And this is number two and most important. رقم 3، العقود. وعلى قد ما أخلص ما حوقف. شايفين المهام وشايفين إيش الكوميتمنت وشايفين وش المينيمم years of commitment، وثقوها.
اتفقوا عليها ووثقوها. ومن أكبر أغلاطي الشخصية إني كنت أمشي وأقول لا مستحيل أحد يتكلم شيء وما يسوي شيء اللي قاله. لا يا حبيبي في ناس يسووا كذا. يعني لا. فالطريقة الوحيدة اللي الشخص ممكن يحمي نفسه إنه يمسك الورقة. وحتى في ديننا يحث على ذلك. صحيح. فيمكن هذه أجن إلى الآن الواحد ما يعرف إيش الصح وإيش الغلط. بس بقول لكم من أغلاطي ثلاث أشياء هذه اللي عرفتها واللي دفعت عليها ثمن مرة غالي. وأكيد كمان مهدي أنت يعني you have something to يعني or سؤال I'd love to hear it. والله أولا أقدر لك يعني دائما يعني ما توصل الموعظة إلا لما تكون عن تجربة يعني فشكرا لك جدا يعني على مشاركة تجربتك. وزي ما تفضلت يعني العقود فعلا أهم حاجة يعني coming from a legal background يعني I second this 1000% يعني. طبعا يعني اختيار الشركاء وأنا بالنسبة لي يعني أهم عنصر فعلا يعني أنا أعرف نفسي في نواحي معينة أوكي أهتم فيها لكن زي ما تفضلت أضواء دائما المفروض يكون الاختيار مش على الشخص اللي انا افضله ولا حبيته ولا ارتحت له او كذا. انا شخص منظم مرتب اداري كذا محنك احتاج الشخص اللي يكملني يعني انا اقدر اوكي في جوانب معينه اغطيها لكن احتاج مثلا الفيجنري الحالم اللي هو يجيب فكره المشروع ويعني يحمس كل احد ويعني عنده رؤيه لبعيد يعني دائما دولة الكرييتيف بيبل ما شاء الله عليهم يعني عندهم هالمقومات اللي تخلق روح التعاون في الفريق روح الحماس اللي فعلا يقدر يكمل يخلي الموظفين او الاعضاء في المشروع هذا يكملون يعني ودائما يعني زي ما تفضلتي ان ندور عن شخص اللي يكملنا يعني هذا بالنسبه لي انا اهم حاجه الصراحه. في كذلك اسئله يعني احنا راح نختتم بعد قليل لكن ممكن نمر عليها على عجاله جدا سريعه اللي هو كانت تسأل مرام يعني ويمكن طرقنا لها قبل شوي يعني كإجابة أنه إيش أول خطوة في المشروع وأنا ممكن أقول هنا اللي هو MVP يعني تقريبا أهم حاجة لكن يا ذات يعني نعتبرها الخطوة الأهم الصراحة يعني في بداية أي مشروع وأضوى anything to add here actually no but I would love to offer a resource on what is an MVP. فأرسل لكم على تشات one of the most famous books on the MVP concept and on the lean methodology concept which I'm sure you know كمان مهدي is called the lean startup by Eric Ries. Yes. ف I would highly recommend لأي أحد مهتم يعرف على النقاط الأولى يقرأ هذا الكتاب. يعطيك العافية. مترجم بالعربي أيضا. ما شاء الله ممتاز. طيب جميل جدا وعندنا سؤال آخر. كيف نحدد سعر المنتج إذا كان سعره متفاوت جداً في السوق؟ اطلعت على السؤال هذا قبل شوي وفكرت في إجابة سريعة كذا فأم gonna share mine and other please feel free to add يعني أي شيء متذبذب وما تقدر تأخذ له benchmark أو تشوف المنافسين إيش قاعدين يسوون لأنه كل واحد ما شاء الله في وادي أولاً أطالع بنفسي يعني إيش المصاريف التشغيلية اللي أنا عندي للمنتج أو الخدمة هذه احسبها بشكل جدا واضح بحيث اي شيء زياده فوق المصاريف التشغيليه هذه تعتبر رباحه بالنسبه لي فهنا يصير الشطاره في قد ايش ازيد نسبه الرباحه بما ينافس المنافسين ومنها يعني هذا بحد ذاته يكون added value اللي هو saving الكوست عند المشتري يعني فدائما انت بالنسبه لك لازم تطلع ربحان وبالنسبه للمشتري لازم يشوف انه هو اختار شيء اوفر له يعني وبنفس الوقت ما نقلل الجوده في الخدمه يعني فهذا على عجالة أضواء anything to add here yes في pricing models number one في شيء اسمه willingness to pay WTP willingness to pay بس في شيء ودي أوضحه pricing for any company never stops ما في شيء اسمه أنا اليوم قعدت وخلصت pricing no كل ما أطلع بشيء جديد كل ما أطلق شيء جديد البرايسنج انا لازم اخلي عيني عليه لانه زي ما تفضل اخوي مهدي لو انا سعرت اقل من ما انا ممكن اسعر والويلنس تو باي جاهزين يدفعوا انا لسه خسرانه حتى لو انا مدخل فلوس ليه لانه في لوس اوبورتونيتي في لوس بوتنشل فالشيء الاساسي اللي بس ودي اوضح نمبر 1 البرايسنج في المراحل البدائيه مره للشركات تصير عن طريق فوكس جروبس وتصير عن طريق سيرفيس انا اوري الناس المنتج حقي واعطيهم رينج هاو ماتش ار يو ويلينج تو باي للي شفته انت اليوم من غير ما انا ابين وات شود ذا برايس بي
من هذه الرينجز انا حبدا واقيسها في السوق وحاطلع باول منتج اولي مع هذا السعر وحبدا اشوف وين الويلنس تو باي حق العملاء اللي انا جربت معاهم واللي سالتهم واحد واحد وبعد ما اطلع السوق ابغى اجرب مو بس اشوف البرايسنج احنا جائحه كورونا علمتنا شيء اساسي في الشركات كمستثمرين لازم نطالع بالشركات اللي عندها دايفيرس ريفينيو ستريمز في شركات كبيره ما عندها غير ريفينيو ستريم واحد لما صار كورونا زيرو وفي شركات ستارت ابس كان عندهم ريفينيو ستريمز ثانيه هذه الريفينيو ستريمز الثانيه هي اللي خلتهم يسرفايف في جائحه كورونا فمو فقط طالع في البرايسنج انا من هذا البزنس موديل عندي الابتكار مو فقط في المنتج الابتكار ايضا في الريفينيو ستريمز وفي البزنس موديل اتسلف شوفوا شركه امازون شركة أمازون كانت transaction based a commission على كل شيء يبيعه ناخذ commission. Why did they launch Amazon Prime? Amazon Prime is a subscription based revenue stream. ليه؟ لأنه لاحظ إنه في عندنا يا جماعة revenue stream ممكن leverage on. والsubscription basis هيعطي أي شركة recurring revenue واستدامة غير من any commission based business. فأتمنى إني يعني قدرت اي نافيجيت ذا كويستشن اي ابريشيت انك دخلتي مره تكنيكال في الموضوع يعني يعني يعطيك العافيه حتى من العام الماضي واحنا كنا مشاركين از كومبيتيتورز يعني او از بارتيسيبنتس في المسابقه يعني ما شاء الله دائما نصايحك دخلين في العميق مره يعطيك العافيه يعني نولج تو هاف اند شير ف ثانك يو فيري ماتش وعندنا يعني ام غانا جيف ا فيري كويك يعني لاست كويستشن من ضمن الأسئلة أو نعتذر عن الأسئلة اللي ما قدرنا نتطرق لها وممكن تشاركونا طبعاً يعني أي مشاركات أو كذا في قنوات التواصل الاجتماعي لـ MITEF ولكن السؤال الأخير من الأخت هاجر يقول ما الأفضل هل هو الاقتراض أو إدخال شريك أو تفضلي أضوى What would you think في هالسيناريو هل الأفضل ما هو الأفضل هل هو الاقتراض أو إدخال شريك والله أجن ما في شيء اسمه في هذا العالم one size fits all ما في شيء اسمه هذا المقاس حينفع في كل شيء في النهاية لو أبغى شريك كشركة ناشئة فقط عشان الفلوس هذا اسمه مستثمر ومو اسمه مستثمر جريء ولا اسمه مستثمر ملائكي لأنه الاثنين هذول معروفين أنا حستثمر وحأضيف قيمة مضافة تساعد المشروع إنه يكبر لو أجي وأتكلم عن شريك بتكلم عن شريك يكملني في نقاط ضعفي ولا يمنع انه يحط معي skin in the game ويستثمر معي ايضا لو اجي واتكلم انا عندي كل شيء وبس احتاج الكاش في البنك جميل لازم اشوف كل الاوبشنز اللي عندي هل اروح لمستثمر هل اروح البنك هل اخذ جرانت هل اشترك في مسابقات زي MITEF ايضا واحاول امشي حالي بهذه الكاش برايزز واحاول افوز واحاول ابتكر فالواحد ما يقدر يقول هذا صح هذا غلط عندك options هذه options اللي عندك السؤال الصح وش أنسب شيء معك على حسب رؤيتك وعلى حسب المشروع نفسه جميل جدا جميل جدا الله يعطيك العافية أضوى شكرا لك جزيل الشكر على الليلة ونشكر جميع الجمهور ومشاهدين وطبعا يعني بنحط الرابط في الشات للمسابقة فطبعا نحث الجميع على التقديم والتسجيل أي استفسارات طبعاً ممكن تتواصلون معنا في السوشيال ميديا أو الانفو إيميل تبع MIT وشكراً لكم مرة ثانية وطبعاً نترقب إن شاء الله لرؤيتكم في المسابقة إن شاء الله فيما بعد الأونلاين كومبيتيشن باي ذا واي فالموضوع ما هو صعب ديفينتلي أحثكم ويعني أنصحكم بالتسجيل شكراً لكم جميعاً وتحياتي لكم يعطيكم العافية وشكراً لك والله مهدي بالدعم صراحة الله يخليك حق واجب ليلتكم سعيدة مع السلامة